نظمت السفارة الفرنسية لدى البلاد مؤتمرا صحفيا تطرقت فيه إلى أنشطة البرنامج الفرنسي لدعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني وما يقدمه من دعم مالي لتمويل المشاريع الإنمائية بتشاد. جرت المناسبة بمقر إقامة السفير وبحضور مثلي الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام العامة والخاصة. تقرير محمد حسن آدم. هذا المؤتمر الصحفي يهدف إلى التطرق إلى نشاطات البرنامج الفرنسي لدعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني والتجمعات المحلية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الحكومة التشادية وجمهورية فرنسا. سفير فرنسا لدى البلاد سعادة فيليب لاكوستا في مداخلته أشار إلى أن المشروع سيقوم بتمويل 9 مشاريع من بين 134 مشروع مقدم من قبل جمعيات المجتمع المدني، وذلك بقيمة مالية قدرت ب 178 مليون فرنك سفا، بهدف تعزيز المبادرات الرامية إلى ترقية وتحسين الظروف المعيشية للنساء والشباب، وكذا تنظيم دورات تدريبية في شتى المجالات إلى جانب نشر ثقافة السلام والحوار الاجتماعي. كما تداخل الصحفيين بأسئلة واستفسارات حول أنشطة الجمعيات المستفيدة من هذا الدعم وكيفية الاختيار، ورد عليها السفير الفرنسي وبعض من ممثلي الجمعيات المستفيدة. هذا واختتمت المناسبة بالتوقيع على المحضر الخاص بتمويل المشاريع بين السفير الفرنسي فيليب لاكوستا وممثلي بعض من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية.